ان شاء الله باذن الله احنا قادرين ان احنا نحط الاسماعيلي في المكان اللي هو يستحقه واللي انتوا تستحقوه. احنا متفائلين خير وعندنا تفاؤل كبير جدا، والسبب الرئيسي ان انا قابلت المهمه غير نادي الاسماعيلي وتاريخه وجمهور الاسماعيليه العظيم هو الكواليتي بتاعت اللعيبه وامكانيات اللعيبه وطبيعه شخصيتهم اللي انا عارفها كويس جدا. ما تنساش انا اشتغلت مع لعيبه كتير في فترات سابقه سواء في الاسماعيلي او بره ال ال الاسماعيلي. كل اللي احنا نقدر نعمله ان احنا نخلص في شغلنا وان احنا نحفظ لعيبتنا ادوارهم بشكل كويس ونحضر نفسنا للمباراه بشكل كويس. الزمالك يعني مش محتاج اتكلم عليه، الزمالك نادي كبير ونادي نادي عظيم وليه تاريخ كبير وعندهم مدرب كبير جدا وعندهم لعيبه امكانياتها هايله. لكن ما تنساش ان احنا الاسماعيلي عندنا لعيبه مهمه جدا، ونادي الاسماعيلي نادي تاريخ كبير جدا، وده اللي احنا هنبتدي نحطه من دلوقتي وحصل اوريدي في اذهان اللعيبه من اول دقيقه ابتدينا شغل معاهم. مهم جدا ان انا عايز اشكر كابتن ايمن الجمل والكباتن الكبار كلهم، عايز اشكر كابتن اشرف خضر وكابتن احمد الجمل كابتن عمر جمال وكابتن عبد المنصف. ان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا لينا، وكلهم اخواتي وكلهم ناس جايين عايزين ينجحوا وعايزين يحطوا قلبهم في الشغلانه زي بالظبط وزي ما ان شاء الله اللعيبه هتعمل. تاني بقول لجمهور الاسماعيلي خلي عندكم ايمان بربنا وايمان بينا وايمان باللعيبه وامكانيات اللعيبه ان احنا نقدر ان احنا باذن الله يكون في نتائج ايجابيه.